تيجي انت بتلاقي واحد يمكن اول مره بيشوف فوت على الجامع ضرب لك وشم من هون، ويمكن ريحه الدخان واصله منه من اخر الجامع، مش شو اللي جابك على الجامع هيدا؟ انت بدك تقعد تشتغل، ننطر امام الجامع يحكم، شو بدك امام الجامع وراء الف هم؟ انت بتاخده وبتبلش تشتغل على الناس اللي جداد اللي جايين على الجامع، تعمل لهم جو، مش جو والله تعالوا تاخذهم كزرهم برا الشباب والله اول مره جايين خذهم يلا كزرهم رحنا على الروشه رحنا، لا تعمل لهم جو. انت مخصص قبل العشاء في نص ساعه او ثلث ساعه او ربع ساعه، هون بدنا نعمل ختمه قران، تعمل حلقه اي شاب اجى بتقعد تقرا انت وياه، ما بيعرف يقرا بتقعدوا اثنين تقرا وهو بيقعد يسمع بتبع معكم، شوف الجو اللي انت عملته اشتغلت عليه. انت قلت له والله بكره بدنا نزورك بكره بدنا نعمل لك، مش تزورك تعمل تعزم حالك على الاكل يعني عنده، لا بكره بنزورك بكره علقته ببيئه الجامعه.